دكتور ميسون عن ازاي كمان النشاط الجامعي اخباره ايه في مصر النهارده في الجامعات المصريه الاخرى. عندي في جامعه اسلاسك مثلا مجموعه مهتمه جدا بورش التمثيل والمسرح، واتفقت مع المخرج الكبير محمد فاضل والمخرج محمد عبد العزيز وانهم يحضروا عرض هذه المسرحيه، بيجهزوا عرض مسرحيه باللغه العربيه واللغه الانجليزيه، مسرحيه اخرى باللغه الانجليزيه. عندي كمان فاشن ديزاينر، في بعض البنات مهتمين ان هم بتصميم الازياء، وانتوا عارفين هاني البحيري هو ودي صعب وبهيج اسماعيل يمكن اكتر اسماء موجوده في العالم العربي. هاني البحيري وافق مشكورا صديقي العزيز ان هو يتبني هذه الموهبه وان هو يدعوها الى الاتوليه عنده، وانه قال لي ان شاء الله في اول عرض ازياء فاشن هيقوم بيه هيخليها تشارك فيه وتحضره وتكتسب الخبره. عندي مجموعه كمان من المواهب هنشوفها سريعا، يعني مثلا معايا كريم حاتم عبد المعطي محمد نور، ده من السنة الأولى والسنة الثانية بيتكلم عن حلم إقامة مدينة رياضية. مشكلتنا دايما إن إحنا الـ الناس اللي بيشتغلوا في الرياضة للأسف غير مؤسسين، ما عندهمش المؤهلات إنها تدعم الموهبة دي. مشكلتنا يقول لك ده نفسه قصير، ده ما عندوش البيئه السليمه والصحيحه عشان ينجح في الرياضه بتاعته ودعمه، وبالتالي كان على مدار سنتين السنه اللي فاتت والسنه دي اهتمامه بالمدينه الرياضيه دي بنوصلها لصديق العزيز الدكتور اشرف صبح وزير الشباب والرياضه اللي عارفه من اكثر من 20 سنه وعمل لنا ندوات كثيره في نادي الزمالك تحت رعايته. ان شاء الله هيكون موجود معانا الفكره دي والموهبه دي وازاي نوصل في النهايه ان يبقى فعلا في مدينه رياضيه نقدر نستفيد منها. معايا مثلا ادم محمد احمد العوامري، ده غاوي مزيكا وغاوي جيتار، وهو مش لوحده، هو مكون فرقه. اتفقت مع الفنان هاني شنوده، قال لي ان هو هيتابعه ويكتشف هذه الموهبه ويدعمها، واحنا بشكل او باخر عايزين نرجع تاني زي ما كان زمان. عايز اتابعه ومجدي الحسيني وهاني المهني، يقول لك احنا بدانا نشاطنا من الجامعه. معايا يحيى عمرو خليل انديل، ده من دول الهمم وبيسعدنا ويشرفنا دايما هو حصوله على جوائز عديده وميداليات عديده وبطولات عديده في السباحه وفي الفروسيه، والتقى بالرئيس السيسي عده مرات قبل كده. فهو مش شاطر بس في الدراسة، هو شاطر كمان في الرياضة. وأنا سعيد جدا جدا إن الدولة بتدعمه وإن أساسكا بتدعمه، وإحنا الإعلام كمان بيلقي الضوء على نجاحات يحيى، ويحيى قريب إن شاء الله هيكون موجود معانا يحكي لنا عن تجربته ويحكي لنا إزاي إن إحنا ممكن نستفيد من وقتنا ودراستنا في إن إحنا ندعم الموهبة بتاعتنا. معايا أدهم البطران، وأنا سعيد إن أدهم مش بس زي اي طالب بيفكر ان هو فتره الجامعه دي احلى فترات عمره والدراسه وان هو ينجح او ان هو يتفسح، لا، هو فكر يعمل براند، يعمل ماركه، يبقى له بصمه ويعمل بيزنس وينجح. واكتشفت وانا بكلم ادهم ان هو صنع وصمم مع زملائه مجموعه من التيشيرتات ومجموعه من الملابس، وقدر يكسب وقدر يبيع التيشيرتات، بيقول لي كنت ببيعها ب 250 جنيه وقدر يكسبه كويس، لا قدر محل يستغله ولا باعها في المحلات ولا بخساره، بالعكس عن طريق السوشيال ميديا قدر ان هو يحقق مكسب خاص بيه. محمد الطباخ من الشخصيات اللي بتهتم بالتصوير، وانا سعيد جدا جدا ان احنا في الزمن اللي احنا موجودين فيه ده بسعد لما يكون لسه في حد عنده الاهتمام بالصوره والاهتمام باللقطه والاهتمام بالكاميرا، لان احنا حتى افتقدنا ان احنا نصور بالكاميرا، كنا شغالين بالموبايلات والايفون. فانا سعيد جدا بمحمد طباخ مجموعه الصور اللي هو بيصورها، وانا متوقع له مستقبل كبير جدا، وانا اسلاسكا بتجهز له معرض بحيث يكون فيه كومبيتيشنز كبيره ما بينه وما بين الجامعات الاخرى. وسعيد ايضا ان المصور الكبير سمير الغزولي كبير مصورين الاهرام هيبتدي يتابع هذه الصور، لان هو قال لي في بدايه مصور شاطر. واحنا بنتكلم دايما في البنات والجيل الجديد، انا مش متصور ان في حد يبقى مهتم بالطبيخ او بالمطبخ،
فوجئت بنور شلاطه هي ومجموعه من الزميلات لا مهتميه بيه، والنهارده اول كورس بياخدوه في الطبيخ مع او المطبخ يعني او في اداره المطبخ مع طباخ مصري مشهور. سعيد جدا الست غاليه والشيف شربيني هيدعموها برضه هي ومجموعه اخرى من الطالبات، وكل ده ان شاء الله هتلتقوا بيه قريبا في حلقه خاصه باكتشاف هذه المواهب ودعمها. دكتور منسوب،